بدأت أرسم أول شي كانت بسن ابتدائي، بعدها بالإعدادي. كل ما كنت أشوف الرسمة تطلع أفضل أو أقرب للواقع أرجع أعيدها، أشوف إنه عم يطلع معي. يعني مثلا أنت عم تحكي مثلا وجعك، ماشي، عم تحكي للناس، ممكن الناس تتأثر فيك، بس الناس لما تشوف رسمتك أنت اللي طلعت كل شي بداخلك، عرفت، على اللوحة، الناس يعني الصورة أبلغ من الكلام. أول شي لازم بس أقرر إني بدي أرسم، إنه لازم أول شي أطلع من البلكونة أشوف الطبيعة، أشوف برا، أريح فكري شوي، بعدين بعمل قهوة وبسمع لفيروز. بس ما عندي شيء، عندي ألوان بسيطة، ألوان تجارية ممكن استخدمها لأطفال صغار، عرفت. أكيد مثلا بشوف الرسم مثلا بحاول يوصل الفكرة لناس مثلا صعب توصل، أو مثلا في ناس تحتاج مثلا تأثر الكلمة المسموعة، لا خلي الناس تأثر الكلمة المرئية، تشوف الألم، يعني تشوفه كله بالصور، يعني تشوف المشاعر الموجودة. أنا لما أحب أبدأ أفتح معرض، إني لازم أول شي أرسم بواب شبابيك شي مفتوح، ما أشوف شي مسكر جدار، ولازم أرسم عصافير، طيور، حرية، طبيعة، بعدها بنرجع للواقع. كان أنا شي بداخلي بحس حالي ممكن محجوزة، ما عم بقدر أطلع شي، عم بنزله برسمه.